السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. جزاك الله. اب اس کے بعد حضب پروگرام نعت پاک کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں جناب سلیم امروہی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور وہ نعت سرور کائنات پیش فرمائیں. جناب سلیم امروہی صاحب.